السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ جايلكم بقى بفيديو جديد، هنفرز مع بعض النهاردة الفراولة لشهر رمضان ان شاء الله، هتبقى عصاير. كنت رحت اجيبها في اول شهر 2، فالفاكهة مايل لنا عايزة فراولة تخزنها، تكون فراولة مسكرة وفراولة صح، تعلي اول 10 ايام في شهر 3. فبالفعل رحت امبارح بالليل جبنا الفراولة بالشكل ده، فراولة بسم الله ما شاء الله عليه، بجد والله كان كلامه صح، فراولة مسكرة تقول عليها عسل بالشكل ده. شايفين فراولة قد ايه؟ شايفين الفراولة؟ يعني بسم الله ما شاء الله. دول جبنا عداية كبيرة 11 كيلو، جبناها ب100 جنيه، ماشي. فدي نصيحة يعني اقول لكم، كان يعني اللي عايز فراولة يخزنها يبقاش الا في شهر 3، ماشي. والله انا مش يعني فبركة من عنده ولا حاجة، ده من الفكهان اللي قايلين. فقبل ما اجيبها منه بأمانة دقناها لانها عسل، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. هنفرز معاكم الفراوله النهارده بقى، وجبنا تكميله كده بسله بجزر، ماشي. هنكمل معاكم برضو تفريزات البسله بالجزر، وهنعمل ايه بقى النهارده موسلان. طبعا في الجماعه كده ما يجوا يفرزوا الفراوله بيشيلوا دي كده بس، واغسله وكيسه وخلاص. المفروض دي كده تتشال، ماشي يا حبايبي. معانا هنا بلاستيكايه اهي، هنملاها ميه، بس لازم الفراوله بتاعتنا عايزه تغسلها كويس تملي البلاستيكايه دي عليها ميه، وتصفي بايدك، تشيل الفراوله بايدك وتحط في مصفي، وترجعي تفضي الميه وتملي ميه تاني وتحط وتشيل بايدك، ماشي. لان طبعا الفراوله بيبقى فيها رواسب وحاجات تحت، ما ينفعش اغسلها في المصفي، لازم تكون في البلاستيكيه مليانه ميه، وتشيل بايدك وتحط في المصفي وترجعي تغسلي تاني وتشيل بايدك، ماشي يا حبايبي. هننضف بقى الكميه بتاعتنا دي بالشكل ده، امي يا حبايبي بالشكل ده. هنخلص الكميه دي كلها وهنرجع لكم بقى تاني عشان بعد ما نضفنا الفراوله بتاعتنا بالشكل ده وغسلناها زمان قلت لكم، نحطها في ميه ونشيل من الميه نحط في المصفى ونرجع نغسل، بدل ما نغسل في المصفى مباشر بيبقى فيها رواسب وحاجات، فلازم نتحط في ميه كتير في بلاستيكيه كبيره او اي حاجه كبيره عندكم تملاها ميه وتحطوا فيها، ماشي يا حبايبي. دلوقتي معانا اكياس بلاستيك للخزين بالشكل ده، ومعايا لا اله الا الله، ومعايا الطبق ده، ماشي. مش عارفه بقى الطبق ايه يخش هنا بقى ولا لا، هنشوف حاجه تانية عشان ادي بشكل مش هيدخل. جبنا الطبسية دي يعني زي نعاير كده الشنط معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بس تبقى الشنط زي بعضها. يا حبايبي بالشكل ده طلع منها الهواء، طلع من الشنط الهواء. شنطة يا دوبك احط فيها طبسيتين بالشكل ده، ماشي يا حبايبي.
بحط في كل شنطة بتاعتين بولتين صغيرين كده او توصيتين زي ما انتوا بتقولوا او زي ما بتسموا. والاخر بقى يقوم جاي مربعاتها. بجد معلومة حلوة من فتحان لما قال لي احلى فراولة تاكليها او تخزنها بالذات في شهر 3. ماشي، فانا قلنا بقى ما نروح نجيبها منه. بجد انا الفراولة مسكرة وجميلة، واحسن حاجة وخلاني والله خشيت نقيت الباكيتة اللي انا عايزاه. بجد والله انا نظفتها ما طلعش فيها يجي بورة صغيرة زي دي او تفسية صغيرة زي دي بايظ زي ده هي بالظبط، يعني ما يكملش ربع كيلو او ربع كيلو. يعني بسم الله ما شاء الله، ويعني فراولة جميلة حباية كده، تحس ان هي ايه جاية طازة على طول من على الشجر. نشوف بقى ناس بيحطوا بقى سكر على الفراولة وهي في الثلاجة وكده، بعملش انا الكلام ده. اللي انا اعرفه الفراولة ساعة ما تيجي تتعمل عصير يتحط سكرها عليها وخلاص. هي كده كده الفراولة بتاعتنا مسكرة وجميلة هي، فملهاش لازمة يعني ان هي تحط عليها سكر في الفليزة. ماشي يا حبيبي، نطلع الهواء بقى من الكيس بتاعتنا هي بالشكل ده. دي ينفع هواء، خدي وفاء كده. لازم نطلع الهواء من الكيس بتاعتنا قبل ما نربطها بالشكل ده. جبنا مره واحده ونزنق نفسنا في المسارك وكده. البسله بتاعتنا انا جبتها على مرتين ثلاثه وفرستها، يعني اخر مره بقى في التفريزات البسله المره دي. اما الفراوله انا جبت قبل كده وخزنت، انما دي بقى ايه قلت اجيب مره واحده ايه الكميه دي واعملها. ماشي يا حبايبي، هنا بقى البسلة بتاعتنا هي نفرزها. هنغسل بقى الطبق معانا برضو كذلك البسلة. بشوف ناس كده اللي بتدي لها غلوة في مية، واللي بتغلي المية وتسقطها فيها وتقوم مطلعاها، واللي بتخزن الجزر لوحده والبسلة لوحدها وحاجات كتير كده انا بشوفها. بس كده لا، انا ما عنديش كده، كل واحد واختياره في التفريز. انا عن نفسي ما بفرزش حاجتي البسله بالذات كده، افصصها واغسلها واحطها في مصفى تقعد ساعه ساعتين في المصفى، تبقى ناشفه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. صفي ميتها كويس واقوم جايه. والله العظيم بقالي كام سنه، يعني سنين
وانا بفرز البسله بتاعتي كده، لا بحطها في ميه سخنه ولا اسلقها نص سلق ولا الكلام اللي انا بسمعه وبشوفه ده. هي بسلتي انا بقوم مخزنها كده، اغسلها غسيل كويس وبحطها في مصفى تصفى ماشي يا حبايبي، واقوم جايه ايه مخزنها كده. والله العظيم بطبخها تبقى جميله معايا ولا اي حاجه، ولا بتبقى مقصره معايا، ولا التلج مقصر فيها ولا اي حاجه بالشكل ده. لا الكلام اللي انا بسمعه ده ولا اي حاجه، مفيش احسن من كده. يعني دي ايه، جبت البسله بتاعتي على 3 مراحل برضو عشان ما ازنقش نفسي في المصاريف وكده، قمت ايه بقيت اجيبها على مراحل. دي بقى ايه اخر مرحله، البسله بتاعتنا دي اخر مرحله. هذه البسلة ماشي يا حبيبي كده بقى، خلصنا البسلة بتاعتنا والفراولة بتاعتنا بالشكل الجميل ده. ويبقى كده بقى يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص. فيا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناة يشترك، احنا ما بنأمرش، الامر لله طبعا، بس كلنا اخوات وحباب لازم ندعم بعضنا. فكل اخت ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع يوميات ام اسلام العرابي. ماشي يا حبايبي كده بقى الفراوله بتاعتنا، ولا نجيب علب للتفريز ولا الكلام ده خالص، اكياس بلاستيك شارينها نظيفه هي، خزناها ولا سكر، مفيش احسن من الايه، ما بحبش انا الافشخانات والكلام التاني ده خالص، مش احسن من الحاجة اللي تغسلي ليها تحطيها ولا سكر ولا عسل ولا الكلام اللي انا بسمعه دي، ولا بسلة تحطها في ماء سخنة ولا الكلام ده. دي تخزينة انا بقالي سنين السنين بخزن كده، ولا بضيف حاجة عليهم ولا اي حاجة، والله بطبخ بتبقى جميل بألف انا وشوفها يعني. ماشي يا حبايبي، فكده اخر تفريزة في البسلة بتاعتنا، وادي الفراولة بتاعتنا، وكل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. وما تنسوش بقى الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد معايا.